أنه ضروري أنه مراحل الانتقال الديمقراطي، مراحل الانتقال الديمقراطي ما بعد الثورات يجب أن تصاغ المراحل بالوفاق، يعني دفع الوفاق داخل المجتمع، داخل الفاعلين السياسيين بالأساس، وأنه لا يمكن أن يكون دستور جديد دستور أغلبية وأقلية، هو دستور جميع الشعب كله. يعني في تونس هذا التمشي، تمشي وأنه المجلس التأسيسي يصيغ دستور ابتداء من ورقة بيضاء، وليس مشروع الإسلاميين أو مشروع اليساريين أو الوسطيين أو ما كانت المدار البشارة الفكرية، وإنما هو دستور جميع التونسيين، وضروري أنه يقع يعني توافق واسع. وهذه معناها أهم نصيحة نجم نقولها لإخواننا في مصر، وأنه دفع الوفاق حول المبادئ العيش المشترك في البلد المشترك، ضروري أن نكون بالوفاق وليس بالأغلبية والأقلية، لأن الأغلبية والأقلية الأغلبية تتغير والأقلية تتغير، الأغلبية تنجم تحول إلى أقلية. فالدستور يجب أن يكون دستور فاعل لمدة على الأقل 50 سنة، ويجب أن يكون بالوفاق أكثر ما يمكن. بالنسبة لهذا